وصلنا لأول فقرة معانا النهاردة، وزي ما قلنا في بداية البرنامج النهاردة فقرة مهمة جدا لكل الستات. أنا عارفة ومتأكدة أنه يعني مش هقول 100% لكن 90% من الستات مش بيحبوا شكل حواجبهم، وشكل حواجبهم بيضايقهم، محدش بيعرف يظبطهم وعلى طول بايظين. يمكن أنا كمان واحدة من الناس اللي بتعاني من المشكلة دي. فالنهاردة معانا خبير التجميل منى عابدين. ازيك يا منى، اخبارك ايه؟ منورانا. ازيك، اهلا وسهلا. منى النهاردة هتتكلم معانا على تقنية حديثة جدا في تاتو الحواجب، وهي تقنية المايكرو بليدنج. والمايكرو بليدنج دي حاجة جديدة، يمكن لما هنشوف الصور دلوقتي تقريبا بتبقى نفس شكل الحواجب الأصلية اللي بيها، ما تحسيش ان شكلك يعني ارتفيشال او يعني مبالغ فيه، لا انت شكلك بيبان طبيعي جدا. خلينا نبدا نسال منى، عايز اعرف ايه هي تقنيه المايكرو بليدنج يا منى؟ اوكي، المايكرو بليدنج هو تقنيه جديده زي ما انت قلتي، هي عباره عن سامي بيرمننت ميك اب، مكياج غير دائم. هي حاجه بتروح مع الوقت، بتقعد عمرها من 6 شهور لسنه ونص، تختلف من كل سكين تايب. هي بتترسم بطريقة تبقى شكلها طبيعي قوي، بتترسم اكنها شعريات بنفس اتجاه الشعر اللي موجود، فبتدي منظر واقعي جدا. اوكي، في ناس كتير بتبقى فاكرة ان المايكرو بليدنج ده اكنك زرعتي شعر، بس هو في الحقيقة لا، هو ده مجرد رسم بس، عشان بيترسم بآلة مانيول، حاجة زي القلم كده، والنيدل بتاعتها بتبقى رفيعة جدا، فبتدينا فرصة ان احنا نتحكم في الشعراية تبقى شكلها رفيع فعلا اكنها زي الشعر الحقيقي. اوكي، وفي منها الوان بقى يا منى ولا لا؟ يعني مثلا دايما بشوف التاتو اللي هو القديم كل الناس بتعمله بيطلع لونه اسود وكده، طب انا شعري فاتح يعني ما ينفعش يبقى حواجبي لونها اسود؟ اكيد في طبعا درجات كتير جدا، كل ماركة بتاعت بيجمنت ليها اللاين بتاعها بدرجات بشيدز كتير. هي انسب حاجه بتبقى نفس لون الشعرايه بتاعه الحواجب دي. انسب حاجه يعني انت الاول لما اللي بيجي لك بتشوفي السكين تايب او جلده حساس ولا جلده مش حساس، بتجربي على ايديها الاول او كده، فبتقدري تعرفي ده جلدها حساس والشكل ده، هل بتقول لك انا عايزه الرسمه دي ولا الرسمه دي؟ ازاي بتقدري تحددي لها اذا كانت الرسمه دي احسن لها ولا دي؟ اوكي، الرسمه بتبقى مش الموضه، الرسمة بتبقى أنسب حاجة للوش، للملامح. ليها علاقة بالعظم بتاع الوش، بالزوايا، بالمناخير، بالعينين، كل حاجة ليها علاقة بالوش. أوكي، بالنسبة للون زي ما قلتلك إن هو بيبقى أنسب حاجة نفس لون شعرية الحواجب، بس كمان ليها علاقة بالسكين تون، درجة اللون البشرة، لو خمرية أو بيضة أو سمراء يعني. بالظبط. حاجة كمان، انت قلتي لي حاجه ثالثه، انا قلت لك انت ازاي بنقدر نعرف هي حساسه ولا لا؟ موضوع الحساسه او لا دي بتتقال يعني جنرالي، لما حد بيبقى بشرته حساسه بيقول لي انا بشرتي حساسه، وساعتها بنعمل اختبار كده، بنعمل زي سكراتش تيست كده، بنحط نقطه من البيجمنت وبنستنى عليها يومين نشوف هيحصل رياكشن ولا لا، بس عمر ما حصل ان في رياكشن. طيب منى قولي لي الستبس اللي بتمر بيها كل واحده عايزه تيجي تعمل عندك تاتو، يعني من وقت ما بتقعد على الكرسي لحد ما بتخلص، اولا بتاخدي وقت قد ايه في السيشن؟ خلينا نسال واحده واحده عشان ما تنسيش. اوكي، قولي لي اول ستيب بتعمليها ايه؟ اوكي، اول ستيب الكيس يعني بتكلمني في التليفون مثلا، بتقول لي هير كونسيرنز، يعني انا حابه لوك مثلا ناتشرال او خايفه قوي ان يطلع فيك او سو اون. المهم اول حاجه بعملها ان بنبعت زي ميديكال تشيك كده، بنشوف هي حالتها الصحيه مناسبه للمايكرو بليدنج ولا لا. اوكي، في اوقات الناس بتبقى بتاخد ادويه بتعمل سيوله في الدم، دي يعني بطلب منهم ان هم يبطلوها قبلها بيومين عشان المايكرو بليدنج عاده ما بينزلش دم خالص، يعني هو من الحاجات اللي ما فيهوش دم خالص. تمام، بس لما حد بيبقى بشرته حساسه بتبقى، هو دي الصوره اللي تشرحي لنا عليها يا منى؟ دي الكيس بعد ما خفت، هو المايكرو بليدنج عاده بيتعمل على خطوتين. اوكي،
اول خطوه، وبعدين بعدها باربع شهور اربع اسابيع بتيجي تعمل الكوركشن. ده في هير ستروكس موجوده، يعني ايه هير ستروكس؟ الشعريات اللي هي مرسومه بالمايكرو بليدنج موجوده، بس انت من كتر ما هي باينه ناتشرال هي مش باينه، يعني الكيس دي شعرها خفيف جدا. اوكي، انا مش عارفه هو باين قوي في الكاميرا ولا لا، باين وشعرها فاتح كمان بالظبط. فدي دي ليها علاقه باللي انت كنت بتقوليهولي ان شعرك فاتح وعايزه بيجمنت فاتحه. دي اوكي. نكمل بقى. كنا بنقول ان هي بتعمل تيست معين، ميديكال تيست، دي اول ستيب لو عندها سيوله او لا. لو عندها بتبطل دواء السيوله قبلها بيومين. طيب الشيب انت بترسميه ولا هي بترسمهولك ولا بتجيب لك صوره معينه بتقولك انا عايزه زيها؟ اوكي. عادة البنات بيجوا حاطين الميك اب بتاعهم. اوكي، يعني هي بتبقى جايه متقله اوريدي حواجبها بالشكل اللي هي عادة بتعمله. انا بشوف هو ده مناسب ليها ولا لا، ويدسكاست بنتكلم فيها قبل ما بنبتدي، وبعد كده بتقعد وبعمل لها انا الرسمه المناسبه ليها وبوريها لها، نتفق عليها. في ناس بتبقى يعني ريزيستنج شويه في انها يتعمل لها تعديلات، لان في اوقات التعديلات بتبقى يعني بيبقى تغيير جامد يعني. اوكي. وفي ناس بتبقى حابه جدا ان هي انا جايه فدائيه كده. ملوش اي اضرار بقى يا منى؟ لا، هو السؤال المتكرر يعني هل هو بيوقع الشعر ولا لا؟ هو ملوش علاقه خالص بتوقيع الشعر، اللي هو شعر الحاجب اللي اصلا موجود. بالظبط. هو الفكره ان المايكرو بليدنج بيتعمل على طبقه سطحيه جدا من الجلد، هي بين الابيديرمس والديرمس، هي طبقه اسمها بيزل لاير، يعني رقيقه جدا. دي بتبقى على السطح، جذور الشعر غويطه اكتر، فهي ملهاش علاقه، ما بتاثرش خالص على ان الشعر يقع او لا. يعني بصي الصوره دي يا منى، اللي دي فوق دي بيفور واللي تحت افتر. شكلها طبيعي فعلا جدا يعني. احلى حاجه في المايكرو بليدنج ده ان هو فعلا غير شكل التاتو بتاع زمان، اللي هو كان عباره عن خط كده وبعدين بيرجع يزرق، فعامل يعني بتبقى لونه بيفتح وبرده هنا برده كده. طب يا منى بنعيد عليه كل قد ايه؟ يعني احنا دلوقتي بنعمله مثلا بعد 6 شهور ولا بعد 4 شهور؟ اوكي، عاده بيتعمل كل سنه. يعني هو قبل ما بيوصل للسنه بيبقى تقريبا ما فيش منه متبقي. هنا انت مليتي بقى كل الفراغات اللي كانت موجوده. دي جميله قوي قوي دي يا منى الصوره دي. دي في اوقات بتبقى ميديكال كيسز يعني طبعا. الكانسر دي لسه معموله؟ ها، دي كانت اول ما اتعملت. والصوره اللي كان قبلها بصورتين دي بعد ما خفت جت وتعمل الكوركشن. اوكي منى، طب لو هنفترض ان في واحده جات لك وعملت لها التاتو والرسمه ما عجبتهاش، الوضع بيبقى ايه في حاجه زي كده؟ بصي، هو ميزه المايكرو بليدنج ان هو في فرصه ان احنا الكوركشن يعدل في الرسمه. لكن ما بيتشالش؟ ينفع نزود بس ما ينفعش نشيل. اوكي. بس الحاجه الكويسه ان المايكرو بليدنج سيمي بيرمننت، هو حاجه بتختفي مع الوقت. فما فيش داعي ان انت تتدخلي بقى بالليزر تشيليه، او يعني هو كده كده بيروح يعني. طب هو ايه الفرق بين المايكرو بليدنج وباقي التاتوز الثانيه اللي بتتعمل؟ اوكي، التاتو العادي احنا متعودين ان هو بيبقى شكله اكنه بلوكايه كده. اوكي، ملو للحواجب، بيبقى اكنه باودر ايفكت، وبتبقى غالبا شكله بيبقى حاد. اوكي، من مشاكله التانية ان هو لو معمول ببيجمنت بيرمننت، البيجمنت متقسمة حاجتين، سامي بيرمننت وبيرمننت. تمام. بيرمننت اللي هي الحاجة اللي بتقعد وقت طويل جدا، سامي بيرمننت اللي بتروح في خلال سنة سنتين. امال المستديمة اللي هي البيرمننت دي بتقعد قد ايه يا مولانا؟ دي بتقعد، انا في كيسز بتجيلي بقى لها 15 سنة عندها التاتو ده وشكله فريش ومش عارفين يعملوا ايه. يعني المايكرو بليدنج دي مش حاجه انت بتقولي 15 سنه يبقى ده حاجه موجوده من زمان يعني. لا، المايكرو بليدنج السامي بيرمننت بيجمنت يعني بقى لها قريب، مش من زمان يعني. حتى دلوقتي بقى في اتجاه حتى التاتو العادي يتعمل بالسامي بيرمننت ميك اب.
عشان ما يبقاش دائم يعني. كملي الفرق يا منى، كنت بتقولي الفرق ما بين ده وده. الفرق في كل حاجة، الفرق في التكنيك وفي بس دلوقتي بدأوا يعملوا، انا مش بتكلم على المايكرو بليدنج، دلوقتي بدأوا يعملوا التاتو العادي اللي هو البيرمننت برضو هير باي هير، فبيدي نفس افكت الطبيعي. ده الفيديو اللي على الشاشة يا هبة برضو اهو. بص يا منى ده ايه يا منى بقى؟ ده قلم يا منى مش متوصل باي كهرباء ولا حاجه. بالظبط، هو ما هو ده نوع من انواع الفروقات برضو. ان التاتو العادي بيتعمل بماشين بتبقى اوتوماتيك بتفايبريت كده، انما المايكرو بليدنج دي مانيوال تول معتمده كلها على التكنيك بتاع الارتست. يعني انت لو بتعرفي ترسمي كويس فانت بتقدري ان انت ترسمي الحاجب بشكل يكون، هي ليها علاقه بالكنترول اكتر. والمادة اللي بتستعمليها ايه بقى؟ دي البيجمنت المخصوصة بتاعت السامي بيرمننت ميك اب، دي بتبقى حاجة يعني البيجمنت تتقسم يا اما عضوي او غير عضوي، فهي دي غير عضوية خالية من المعادن يعني. طيب منى، كنت عايزة اقولك على حاجة مهمة جدا. انت دلوقتي البيشنت بتجيلك او الـ يعني الكيس. البنت او الكيس بتجيلك بتعملي لها التاتو، بتطلبي منها انها تجيلك بعد 4 ويكس عشان تعملي الكوركشن بتاعتها. هل ممكن لما تجيلك بعد ال 4 ويكس تغيروا شيب كله من اول وجديد ولا ما ينفعش؟ لا، نغيره من اول وجديد لا مش وارد، لان احنا بنبقى متفقين من الاول على الشيب المظبوط. ممكن ساعتها نتخن شوية، ممكن نظبط حاجة، بس نغير في الشكل لا. بيبقى صعب. بتوجع بقى ولا؟ لا، هي تقريبا ما بتوجعش خالص. لأن في بنستخدم بنج كريم بيتحط في الأول، وفي كل خطوة بيتحط بنج، فهو تقريبا كده ما فيش وجع خالص يعني. في ناس بتنام ديورينج البروسيجر يعني. طب انت بتستعملي التاتو التكنيك ده في حاجه تانية غير الحواجب؟ يعني مثلا في العينين اعرف ان في ناس بتعمل تاتو كحل في عينيها وتاتو حوالين الشفايف كانها حاطه ليب لاينر وكده، برضو بتستعملي؟ لا، المايكرو بليدنج ما ينفعش يتعمل في العينين ولا البق. يعني عايز يعمل ده بيروح بقى للتاتو القديم العادي. بالظبط، التاتو العادي. طب والرسم بقى اللي هو بيبقى على الايدين والكده برضو لازم؟ لا، برضو بالماشين. لازم برضو بالماشين. طيب هنفترض دلوقتي ان في واحده بتروح شغلها كل يوم وعايزه تعمل التاتو، هل المفروض انها تاخد اجازه ولا يعني؟ قولي لي يعني، تعالي نتكلم عني مثلا انا. كل يوم عندي هوا، لو انا عايزه اعمله هل لو طلعت هيبقى باين ان انا عامله تاتو حواجبي سودا؟ اوكي، ده سؤال كل الناس بتساله يعني. في ناس بتاخد اجازه مخصوص عشان تقعد في البيت، بس اللي انا عايزه اقوله لك هو اول ما بيتعمل في اسبوع تقريبا من 7 ل 14 يوم، فتره اللون بيبقى اغمق فيها من الطبيعي بنسبه 50%، وبيبقى شاربر يعني اللون غامق، وكمان اللوك بيبقى حادي. هي الفكرة كلها ان هو بتقعدي كام يوم كده غامق وبعدين القشرة تبتدي تطلع على السطح وتقع. اوكي. الفترة بتاعت الغمقان دي في ناس كتير قوي بتحبها. لان الحواجب بتبقى متحددة حلو وبتبقى واضحة جدا، فبيبقوا مبسوطين اكنك متقلاه بالميك اب بس شكله حلو يعني. اوكي. فلا مش لازم تاخدي اجازة، بتمارسي حياتك طبيعي. هو كمان اقل من التاتو العادي يعني، هو كتقشير وكده ما بياخدش الوقت ولا المنظر الوحش بتاع التاتو العادي يعني. بتحطي اي كريم او حاجه عشان تساعد ان القشره دي تقع او تساعد ان ما يبقاش فيه حمار او كده؟ هو عاده ما بيبقاش فيه ولا حمار ولا ورم ولا اي حاجه. بس طبعا بنحط نوع من انواع الكريمات. انا بدي يعني ديورينج البروسيجر. ده بيبقى حاجه انتي بكتيريال وحاجه طبيعيه بتتحط بانستراكشنز معينه يعني. الافتر كير بتاع البروسيجر دي حاجه مهمه جدا وليها عامل كبير قوي على اللون. الافتر كير يعني الكير بتاعت الافتر اوبريشن دي تبع الكيس مش تبعي؟ بالظبط. تكلفته قد ايه بقى ايمون؟ تكلفته بيتراوح
ما بين 2000 و 3000 جنيه للحاجب ولا للون؟ عادة تخوفيش الناس. عادة بتبقى السيشن وبالكوركشن، ده سعر السيشن بالكوركشن. من 2000 لقد ايه؟ لثلاثة. حسب ايه بقى؟ يعني ايه اللي بيحدد من 2000 لثلاثة؟ حواجبها رفيعة هتاخد، لا هتاخد يعني كمية أكتر يعني؟ لا بتختلف من حد للتاني، ايه بيستعمل ايه. هو المايكرو بليدنج برسنتج كبير قوي من سعره رايح في الخامات بتاعته، لان هي معظمها ديسبوزابل والصبغه نفسها بتبقى غاليه جدا. ف يعني بتستعمل مره واحده بس وخلاص، بعد كده ما الادوات اكثر في حاجه. اوكي، ميرسي يا منى. ميرسي يا منى قوي. ميرسي ليكو. ميرسي يا منى جدا. ونروح بقى لفاصل ونرجع ونشوف احنا ازاي هنعمل سعادة في حياتنا، وازاي نتخلص من كل انواع التوتر، وازاي نعيش اجواء سعيدة واحنا في عز التوتر، ولا اسعار غالية ولا اي حاجة خالص.